السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, beautiful people. So inshallah, in today's video, I'm going to be teaching you how to pray Salat al-Maghrib. Before you start the Salat, you have to say, Dua is Tiftah. Allahu Akbar. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبوح القدوس رب الملائكة والروح. سبوح القدوس رب الملائكة والروح. سبوح القدوس رب الملائكة والروح. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. اللهم أجرنا من النار. اللهم ادخلنا الجنة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. رب اغفر لي, رب اغفر لي, رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافيني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحية لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحية لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. So, this is how to pray Salat al-Maghrib. Just three units and that's it. I hope you enjoyed this video. Jazakum Allah khair and thanks for watching. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.